تسود حالة من التوتر مدينة مراكش المغربية التي أفادت مصادر وصفت بالمتطابقة بأنه وصلتها تعزيزات أمنية وحدثت فيها عمليات كر وفر بين قوات الأمن ومتظاهرين. جاء ذلك عقب اعتقال 30 شخصا. قالت وزارة الداخلية المغربية إنهم قاموا بأعمال عنف وشغب في المدينة أثناء مظاهرة غير مرخص لها يوم الجمعة. وضحت أن إصابات قد وقعت في صفوف مدنيين وقوات الأمن في خضم الاحتجاجات المتصاعدة في مراكش على فواتير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء رغم سلسلة إجراءات اتخذتها الوكالة العام الماضي لتخفيف عبء فواتير الكهرباء لفائدة الأسر الأكثر عوزا حسب الوزارة. معنا من مدينة مراكش وسط المغرب محمد نشطاوي، وهو الأستاذ في كلية الحقوق في جامعة القاضي عياض. سيد محمد، ما الذي يحدث بالضبط في مراكش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد بأن الأمر لا يعدو أن يكون عبارة عن مطالب اجتماعية تطورت وتيرتها بسرعة من خلال استخدام المحتجين للأطفال الذين قاموا برمي عناصر الأمن بالحجارة، مما تطلب تدخلا أمنيا عنيفا كرد فعل على الإصابات التي تعرض لها عدد من رجال الأمن، مما تطورت مع الأوضاع إلى مواجهات بين الطرفين، مع الإشارة إلى أن هناك عناصر حاولت استغلال أجواء الاحتجاجات التي تعرفها المنطقة من أجل جر الطرفين إلى مواجهات عنيفة وخلق البلبلة، مع تزامن هذه الأحداث مع ما تعيشه مدينة مراكش من نهاية رأس السنة ومن تقاطع أسماء عالمية على المدينة لقضاء الاحتجاجات. لكن هل هناك فعلا سيد محمد ما يبرر ربما الاستخدام المفرط للقوة تجاه هؤلاء المتظاهرين من قبل قوات الأمن؟ أكيد أن العنف والعنف المضاد من الطرفين أدى إلى هذه المواجهات العنيفة التي أسفرت عن اقتحام دائرة أمنية وإحراق بعض محتوياتها وإصابة في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين، مع استعمال قنابل مسيلة للدموع وخراطيم المياه مقابل لجوء المتظاهرين كذلك إلى رمي قوات الأمن بالحجارة. فكانت الإصابات من الطرفين مع اعتقال بعض المحتجين، واعتقد بان حاليا وصلت عدد الاصابات في صفوف رجال الشرطه الى ازيد من 61 مصاب، مع توقيف حوالي 65 شخصا من المتورطين في هذه الاحتجاجات. اشكرك جزيل الشكر سيد محمد نشطاوي، الاستاذ في كليه الحقوق في جامعه القاضي عياض، كنت معنا من مراكش.